طب احنا بقى كاحياء، احنا كناس عايشه، ايه واجبنا تجاه بلدنا؟ كتبت مرة زمان مقالة بعنوان حكومة هذا شعبها وشعب هذه حكومته، أين الخلاص؟ بلدنا في مأزق، هناك أخطاء لا شك في الإدارة من حكومات متعاقبة، ولكن كمان في أنواع من المواطنين ناس زينا يعني يزيدون الأمور إرهاقا لأنفسهم وللآخرين، طلعين عين نفسهم وعين الآخرين. أحد الأصدقاء بعت لي قائمة بأنواع من الناس بيقول لك دول مطلعين عين نفسهم وعيننا معاهم. بيقول لك مثلا المواطن المتعب رقم واحد، ده شخص يحط تحويشة عمره في شركات توظيف أموال مع نصابين يوهمونه بتوظيف الأموال عنده، وبعدين لما الفلوس تروح يلطم ويقول الحقينا يا حكومة والحكومة مش عاملة اللي عليها. مواطن تاني بياكل سندوتش لحمه مجهوله المصدر، تلاقي السندوتش مثلا ايه بجنيه باتنين جنيه حاجات زي كده، وبعدين يرجع يلطم لما تجيله امراض الدنيا ويقول لك الحقينا حكومه والحكومه مش عامله اللي عليها. مواطن تالت مش لاقي ياكل وعايش اليوم بيومه وطلع عينه ومطلع عين الناس اللي معاه، يتجوز يا ربنا وفقه يا رب يخلف له 7-8 عيال، ويقول مش لاقي لا اكلهم ولا البسهم ولا اعلمهم، الحقينا يا حكومة ويطلع الحكومة غلطان. المواطن المتعب رقم 4 يقدر يدبر مبلغ 20,000 30,000 اي مكان الرقم، وممكن يفتح بيه اي حاجة اي شيء اي مشروع 5-6 كل واحد فيهم يدفع له مبلغ عشان يعملوا محل كشري اي محل اي حاجة، انا بقول اي رقم انا معرفش يعني، ممكن يسترزق زي بقية الناس او حتى ياخد الفلوس دي مثلا ويسافر بيها دولة من الدول مع بري ما اعرفش اي حاجه، وممكن ياخد تاشيره سياحيه لدوله ويكسرها، ما هو خلاص بقى ما هو في كل الاحوال بيبقى بيعمل حاجه غلط، انما يسيب كل ده ويروح يرمي نفسه على قارب متهالك وما يطلبش حتى ستره نجاه اسمها اللايف جاكيت، ده ممكن يكون ثمنه 100 جنيه 200 جنيه هو دفع له بتاع 20-30 الف جنيه واستلف وكذا وكذا، انما يعمل كل ده وما يجيبش لايف جاكيت البتاع اللي بيلبسوه دوت عشان الواحد ما يغرقش، ولو غرق يلاقوا الجثه طافيه، وهو عارف ان نسبه الموت كبيره جدا، لكن ما تفهمش بقى يغم عليه شويه غباء شويه جشع شويه حلم ثراء سريع شويه لاوعي شويه ما تفهمش، المهم المركب تغرق ويقولوا ان البلد هي السبب وفينك يا حكومه. مواطن متعب رقم 5 يعمل ثورتين وفي النص يجي 200 جمعه، ايش جمعه الطار وجمعه التطهير وجمعه الشرعيه وجمعه الشريعه وجمعه الغضب وجمعه ومئات الحالات من قطع الطرق واشتباكات ومظاهرات وكل كله 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 كله، وبعدها يلطم لك الاقتصاد اتدمر والسياحه اتضربت والاسعار بتغلى ومبقيناش من اغنى دول العالم فجاه بعد 30 يونيو، وينتقد الحكومة ويقول لك انت فينك يا حكومة. مواطن متعب رقم 6 يسوق عربيته على سرعة 150-160 كيلو ولا يكون عمره عمل لها صيانة دورية ولا عارف الكاوتشات اخبارها ايه ولا الفرامل اخبارها ايه، ولما يعمل حادثة ولا العربية تتقلب لا قدر الله يقول لك الله مصر فيها اكبر نسبة حوادث، اصل الطرق هي السبب والحقيقة يا حكومة. طب ما تعمل عليك انت الاول. مواطن متعب رقم 7 يبرر بقى لكل الناس اللي فاتوا دول ويتاجر بدمهم وبمصايبهم وبمشاكلهم ويحرضهم على استمرار سلوكياتهم الغلط وانه العيب مش منهم. ليه بقى يا عم كل ده؟ عشان يحقق مكاسب سياسيه، عشان ينتخبوه ما اعرفش عضو فين ولا يبقى في وزير فين ولا يبقى في رئيس فين، وتلاقي نفسك في مواجهه فوضى عارمه جديده التحت مطالب ثوريه جديده بيتم طبقها دون التفكير في العواقب اللي ممكن تدمره وتدمر بلده وتدمر الكل. طبعا زي ما في اخطاء عند المواطنين في اكبر خطأ عند ادارات مصر المتتالية، الا وهي انها تهتم بالحجر وما تهتمش بالبشر. لينا مهتمين جدا ان نخلي الطرق لطيفة وجميلة وكبيرة والكلام ده، مش يعني مش ناجحين قوي بس هي ماشي، وما نهتمش بان احنا ندرب السواقين بجد ونوقع عقوبات بجد، عمالين نعمل استادات ولا اخره. ايه طب الشباب اللي بيروح الاستاد ده ويكسر
الكراسي ويشتم في الجماهير مين اللي فاهمه ولا محدش فاهمه؟ احنا عمالين زي اللي بيصلح ثقب في المركب وبيصلحش الثقب التاني في المركب، فيها خرمين، فانت راح للخرم ده وعمال تسد فيه. طب الخرم التاني ده عامل فيه؟ لا لا والله ده مش تبع الاجل الجاي بقى تحل مشاكلها. طيب ما هو المايه هتيجي برضو. الدول اللي اسمها زي البريكس دي والنمور الاسيويه كوريا وتايوان وهونج كونج وسنغافوره، يعني الدول ايه اللي خلاها تنجح؟ نجحت لانها كشفت عن عيوبها، عيوب الشخصيه وعيوب الاداره، كشفت عن عيوب الاداره وعيوب الاراده وعيوب الحكم وعيوب المحكومين. خدوا بالكم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى حامي هذه البلد، بس ده مش معناه ان احنا في بيننا وبين ربنا عهد ان مصر هتبقى دوله متقدمه كده عشان مجرد اسمها مصر. لا، زي ما في يوم من الايام نبي اللي هو سيدنا يوسف قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، هي برضو اللي خرج منها سيدنا موسى خائفا يترقب وقال ربي نجني من القوم الظالمين. احنا باخلاقنا ممكن نكون امان لاهل الخير وممكن كمان نكون شر لاهل الخير. الشعب زي الحكومه، يا اما ان احنا نتحرك علشان نبني بلدنا صح، يا اما مع الاسف الشديد هنكون زي اللي بيصلح خرم في السفينه والخرم التاني بيجيب ميه. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.